ليش سعر الطباطا؟ ب 2000. الطباطا شنو هي الطباطا؟ هاي تركيا. تركيا ازين. ليش 2000؟ هي غالية من مكانها، 1500 تقريبا. اي والله 1500 1600. المواطن يقدر يشتري هذا؟ لا ما يقدر. هذا بايش؟ هاي بألف وربع. بألف وربع؟ اي شنو هذا؟ لا هي عراقية بس غالية. عراقية. هذا فاصوليا ب3. ليش؟ هم غالي، كله غالي معاك. مين الفاصوليا؟ فاصوليا؟ هاي كلها مال ايراني هاي فاصوليا. ايراني. عراقي ما عاد. لا ما عندنا. وشنو عندنا عراقي؟ زين هذا شنو هذا؟ هذا قرع عراقي ما سامرة. ليش كذا؟ 750. هم غالي. غالي طبعا غالي. المفروض 500. هو 550 جملة ماله. جملة مالته. زين عندنا الخيار. خيار هم عراقي. عراقي. ما سامرة. 600. 600. هذا الاسود. هم عراقي مال بغداد. مال بغداد. زين. هي المشكلة الأساسية عندنا بس الطماطة. شلون؟ المشكلة الأساسية بس الطماطة غالية. ليش المشكلة بالطماطم؟ ماكو عراقي، إنتاج عراقي ماكو، وكله استيراد من الخارج. مشكلتنا هي هذه المواد المستوردة. طبعاً الرقابة لو عملت عملها، وأيضاً اللجان المختصة لو أشرفت على الأسعار وتحديد الأسعار لما كان ارتفع سعر الطماطم إلى 2500 دينار.